السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كابتن أكرم معلم الرياضة المدرسية في مدرسة الحكمة الخاصة، والنهاردة هنعرض لحضراتكم رابع فيديوهاتنا عن الرياضة. حلقتنا النهاردة وزي كل أسبوع ليها جزئين، الجزء الأول هنعمل فيه مجموعة من التمرينات، الجزء الثاني هنعمل فيه تحدي للصفوف المختلفة. وقبل ما أبدأ الفيديو النهاردة حابب أشكر جميع الطلاب اللي بعتولي فيديوهات ومقاطع على الواتساب للرياضة اللي هم مسويينها في البيت، فبالتالي أنا هعرض دلوقتي الفيديوهات ديت، وبشكر جدا الطلاب دول وبشكر أولياء أمورهم على مساندتهم ودعمهم للطلاب على ممارسة الرياضة، وأكيد هم الصفوف من أول لرابع مش بيشوفوا الفيديوهات اللي أنا ببعتها والحاجات اللي بتنزل على صفحة المدرسة، ولكن أولياء الأمور بيكون لهم دور كبير في إن هم بيحسوا أولادهم على ممارسة الرياضة، وإن هم يوروهم الفيديوهات ديت يشوفوها وبالتالي يصوروا المقاطع دي ويبعتها لي، فأنا بشكرهم شكرا جزيلا وبتمنى مزيد من الطلاب إن شاء الله يشارك في الحلقات اللي جاية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بشكر الطالبة سلمى حسن من الصف الأول، والطالبة آية من الصف الأول، والطالب يزن من الصف الأول، والطالب مروان من الصف الثالث، والطالبة ليان من الصف الثالث، والطالب عبدالله نزار من الصف الرابع، والطالب عبدالعزيز الطوبي من الصف الخامس، وبتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح إن شاء الله.